السلام عليكم. اليوم بدنا نحكي عن الأورغانز والسيلز of the immune system. خلينا نبدأ أول إشي بداية سريعة، نحكي عن شوية أناتومي للإميون سيستم، جنرال أناتومي زي هيك بسرعة. زي ما العنوان بوحي، الإميون سيستم فيه أورغانز وفيه سيلز. الأورغانز مقسومات لبرايمري وسكندري أورغانز. حسب شو؟ حسب إنه البرايمري أورغانز اللي هم الأماكن اللي بصير فيهم تصنيع السيلز of the immune system بشكل أساسي، والسكندري بيتم تعديل عليهم بدل من انه تصنيعهم من الاول. برايمري مثل مثلا الثايمس والبون مارو، هدول البرايمري ليمفويد اورجانز اللي هم زي ما حكينا بصير فيهم تصنيع السيلز اوف ذا اميون سيستم. الثايمس بصير فيه التي سيلز، والبون مارو بتكون فيه البي سيلز اللي هم الليمفويد سيلز. السكندري مثل شو؟ مثل الليمف نودز، السبلين، الكوتانيوس والميوكوزال ليمفويد اورجانز، وهدول بصير في عليهم فيهم عملية موديفيكيشن انتر اكشن، بس مش تصنيع او ديفرنشيشن. السيلز اوف ذا اميون سيستم بينقسم لقسمين، انيت وادابتيف، او بالاحرى مش هم اللي بينقسموا لانيت وادابتيف. الاميونيتي بتنقسم لانيت اميونيتي وادابتيف اميونيتي. السيلز بينقسموا حسب السيل نفسها اذا هي بتلعب دور اهم في الانيت اميونيتي او في الادابتيف اميونيتي. السيلز اللي لهم دخل في الانيت اميونيتي اللي هم بشكل عام كلهم بيكونوا فاجوسيتك. ليش؟ لانه اغلب الفاجوسيتك سيلز بيعملوا فاجوسيتوسيس لاي مايكرو اورجانيزم بدون ما يكون عندهم والله انتجين معين لهاد المايكرو اورجانيزم او نوع معين من المايكرو اورجانيزمز، بيعملوا فاجوسيتوسيس لاي شيء. مثلا ايش في عندنا؟ عندنا نيوتروفيلز، في عندنا ناتشورال كيلر سيلز، مونوسايتس وماكروفاجز، والدندريتك سيلز. هدول سيلز بيلعبوا دور اهم في الانيت اميونيتي، ورح نحكي عنهم كلهم بعدين. الادابتيف اللي هم بيكونوا سبيشالايزد لاشي معين، مثل شو؟ الايوسينوفيلز، البيزوفيلز، والليمفوسايتس البي والتي. الليمفوسايتس واضحة، والبيزوفيلز والإيوسينوفيلز راح نشرح شو دخلهم بالأدابتيف إميونيتي وليش يعتبروا جزء منها بعدين خلال هذا الفيديو. هاي في هاي الصورة بتوضح أهم الليمفويد أورجانز مثلا الثايموس، السبلين. في عنا هون دياجرام بوضح كيف الليمف بمشي في الليمفاتيك فيسلز جوا بين التيشوز والبلد كابيلاريز وكل هاي الشغلات. نحكي أول إشي عن شو؟ عن الـ organs of the immune system. نبدأ أول إشي بإيش؟ بالثايموس. الثايموس اللي هي الغدة الزعترية بالعربي، كتصنيف شكلي لإلها هي flat و bilobed، والأناتوميكال position تبعها اللي هو بتكون above the heart. bilobed معناته في إلها لوبين، تنين، كل واحد منهم هدول محاط طبقة خفيفة اسمها كابسول. هاي الكابسول بتحمي اللوب المعين من المايكرو اورجانيزمز اللي برا. وطبعا في عنا اشي اسمه ترابيكيلي، او اللي هي جمع ترابيكيلم، هون مكتوب ترابيكيلي بالاي والاي اللي هي الجمع. ترابيكيلي ايش هم هدول؟ اللي هم كونكتيف تيشوز بيفصلوا اللوبيول الواحد لعدة اقسام، مثل مثلا هاي هون عنا هاي ترابيكيلي، هي مثلا هدول الثلاث بقسموها، هاي قسم هاي قسم تاني. هدول الأقسام قسموهم الترابيكيلي اللي هم كونكتيف تيشو بيكونوا موجودين جوا الثايموس، وبقسموا اللوب الواحد لعدة أقسام. هلا الثايموس كناحية ديفلوبمنت بتوصل لأكبر حجمها خلال شو؟ البيوبرتي، أو اللي هي مرحلة البلوغ. بعد هيك بيبدأ يصير لها أتروفي مع زيادة العمر، وزي ما انه حجمها بنقص برضه الرول تبعها في الفورميشن والماتشوريشن اوف تي سيلز برضه بده يقل. كيف يعني؟ معناها لو نفرض انه 100% اللي هو الفورميشن اوف تي سيلز لحظة البيرث عندك، لما يوصل عمرك تقريبا 35 سنة بوصل عندك الريت اوف فورميشن اوف تي سيلز 20%، لما يوصل عمرك ل 65 سنة بنزل لحد 2%. لو تشوفوا الانخفاض الهائل من 100% ل 2%. طب ليش بصير في عندنا هذا الاتروفي وليش بيقل عندنا
generation of T cells مع زيادة العمر، لأنه الواحد لما ينولد بيكون لساته طالع بدون ما يكون متعرض لأي مايكرو أورجانيزم، يكون طالع من البلاسنتا اللي هي بتعمل زي غشاء حاجز بحمي الطفل وبمنع المايكرو أورجانيزمز إنها توصله غالبهم يعني. فلما ينولد بتعرض للمايكرو أورجانيزمز موجودة في هاي الدنيا، وبيبدأ جسمه يكون تي سيلز عشان يمانعهم. هلأ كل ما الواحد يكبر بقل الحاجة لإنك تصنع تي سيلز جديدة. ليش؟ لأنك كل ما زاد عمرك، مثلا وصل عمرك 65 سنة، أنت حاليا تعرضت ل 90% ولا 99% حتى من المايكرو أورجانيزمز اللي راح تتعرض فيها، اللي راح تتعرض لإلها طول عمرك. فأنت حاليا كونت إميون ريسبونس لكل هدول المايكرو أورجانيزمز وجسمك بيعرفهم. ما في حاجة لإنك تعمل تي سيلز جداد، الميموري سيلز الموجودة عندك في الجسم بكفوا بوفوا، مشان هيك بصير في عندنا أتروفي. خلنا نحكي شوي عن مين؟ عن البون مارو. البون مارو هو ايش؟ فليكسبل تيشو، موجود وين؟ في البون، زي من اسمه بون مارو، مارو اللي هو النخاع والبون اللي هو العظم، فهو موجود في الانتيريور اوف بونز. هو فليكسبل تيشو، يعني هي بيكون عندنا هي عظمة، طبعا رسمها خرافي، بيكون جوا في النص تقريبا، هنا في عندنا هاي المنطقة اللي هي البون مارو. هاي البون مارو بتاخذ تقريبا 4% اوف توتال بودي ماس في جسم الانسان الطبيعي، حوالي هذا الرقم. وبنقسم لشو؟ بنقسم لقسمين، يلو وريد. اليلو اللي هو هاي، هاي المنطقة هاي يلو، وعلى الأطراف هنا بيكون عنا ريد بون مارو على الأطراف هون، هيك بشكل أساسي. هلأ هدول النوعين الريد واليلو، اللي في واحد منهم مختص بأنه يعمل عملية الهيماتوبوسيس أو اللي هي تكوين البلد سيلز، اللي هو الريد بون مارو. و يعني عشان تعرفوا لونه أحمر ولون الدم أحمر، فهو اللي بيكون السلس بون الدم، أو هو اللي بيعمل عملية الهيماتوبويسز. ولأنه الريد بون مارو هو اللي بيعمل عملية الهيماتوبويسز، اسمه مايلويد تيشو، زي ما حكيت هون إنه plays an important role in hematopoiesis. بس في معلومة حلوة مش غلط الواحد يعرفها، إنه عشان تعرف دور البون مارو المهم في تصنيع البلد سيلز، باليوم باليوم بيعمل حوالي 500 بليون او 500 ضرب 10 قوة 9 سيلز باليوم. هاي 500 بليون بلد سيل، سواء ريد بلد سيل وايت بلد سيل، في اليوم الواحد بيعملها البون مارو. الليمف نودز، الليمف نودز هم نودولار اجريجيتس اوف ليمفويد تيشو located along lymphatic channels throughout the body. شو يعني هذا الحكي؟ هم nodular aggregates، معناته انه في عندك تجمع او aggregate على شكل نود او كتلة of lymphoid tissue، بيكون في عندك تجمع على lymphoid tissue على شكل كتل زي هيك، موزعة حوالين الجسم كله، فهيك معناته انه throughout the body. بربط بينهم lymphatic channels، هاي lymphatic channels اللي هي هدفها انه لما lymph node تسحب الليمف، انه يمشي الليمف خلال هدول التشانلز ويوصل للتشانل المعين لإله، وبعدين كله يتجمع بمكان واحد ويدخل الثراسك داكت، وبتعرفوا بعدين كل السلافة هذه. بس هلأ في معلومة إنه لما الليمف يدخل من الليمف نود ويمشي في الليمفاتيك تشانل، الليمف بمشي اللي هو السائل، أما الليمف يعني شبه دائما بيكون حامل معاه شو؟ حامل مع مايكرو اورجانيزمز ولهم انتيجنز وهيك. هاي الانتيجنز والمايكرو اورجانيزمز بتضلها معلقه في الليمف نود نفسها، فالليمف نود بيعمل مكان بتركز فيه الانتيجنز تبعون المايكرو اورجانيزمز. فطالما انه الانتيجن متركز في هاي الليمف نود، من المنطق برضو انه نحكي انه الاميون سيل برضو بدها تروح على هاي الليمف نود، وهي راح نشرحها العمليه لبعدين. بس الفكره انه النايف سيل بتروح على الليمف نود علشان تشوف الانتيجنز الموجودة هناك وتتعلم تتعرف عليهم على أساس تصير افكتر تي سيل او بي سيل، او يعني افكتر ليمفوسايت بشكل عام. الليمف نودز اسمهم ليمف، فهم supplied by lymphatic vessel، الليمف للليمف، هاي هي الفكرة. ويعني زي ما هون شايفين بهذا الدياجرام، في بالليمف نود مناطق عدة،
في عندنا هون هاي المنطقة اللي هي منطقة الميدلري كوردز اللي هي منطقة الماكروفاجز والبلازما سيلز. في عندنا هاي المنطقة اللي هي الباراكورتيكال اللي هي منطقة شو التي سيلز. في عندنا الكورتيكال أو اللي هي المنطقة الأقرب لشو للكابسول، هاي هي الكابسول. هاي المنطقة اللي هي منطقة البي سيلز بشكل عام، وموجود فيها الليمفويد فوليكلز البرايمري والسكندري، وعارفين انه السكندري بيكون فيها جيرمينال سنتر، والجيرمينال سنتر عارفين انه هو سايت اوف انتنس بي سيل بروليفريشن، وزي ما حكينا انه بيكون هي بتتغذى عن طريق الليمفاتيك فيسلز. في الليمفاتيك فيسل بيكون افيرنت وافيرنت. افيرنت بالاي اللي هو اللي بيدخل في الليمف نود، والافيرنت اللي في الاي اللي هو اللي بيطلع من الليمف نود. وهي في صورة هاي تحت الميكروسكوب بتورجينا الترابيكيلا وبتورجينا الكابسول. السبلين، السبلين بشكل عام ممكن تحكي انه هو بيج ليمف نود، وهذا شبه بلخص لك كل اشي بدك تعرف عنه. هو ابدومينال اورجن بيعمل عمل ليمف نود بس هو حجمه كبير، بس بما انه هو مش ليمف نود بيعمل عمل بيج ليمف نود، فهو not supplied by lymphatic vessels. زي ما حكينا الليمف للليمف، lymphatic vessels بغدوا الليمف نودز. السبلين مش ليمف نود، هو صح انه له وظائف مشابهه بس هو مش ليمف نود، فما بيتغذى في الليمفاتيك فيسل. في له الليمف السبلين ثلاث مناطق رئيسيه، ريد بالب ووايت بالب، وبفصل بينهم مارجينال زون. الدم بيدخل للسبلين عن طريق شو؟ عن طريق نتورك اوف شانلز كولد سينوسويدز. وزي الليمف نود احنا حكينا انه هذا ممكن نعتبره ليمف نود كبير، زي الليمف نود الانتيجنز اللي موجوده بتكون في الدم تنحبس جوا السبلين وبصير لها كونسنتريشن، والاميون سيلز الموجوده في هذيك المنطقه بيدخلوا للسبلين وبتعرفوا على هاي الانتيجنز وبيعملوا لها ديستروي للمايكرو اورجانيزمز اللي بيسببوها. هاي في عندنا صوره، هاي واضح هنا الوايت بالب، واضح هنا الريد بالب، وفي عندنا هون الكابسول، بس الكابسول هون مبين كثير رفيعة، وواضح انه في وجه شبه بينها وبين الليمف نود، بس لو نعمل زوم اكتر ببين احسن. في هون هذا دياجرام بورجينا انه زي الليمف نود فيها برايمري فوليكل، فيها سيكندري فوليكل، وفيها جيرمينال سنتر، ويعني كل اشي تاني حكينا الريد بالب والوايت بالب وكل اشي. الكيوتانيوس والميوكوزال ليمفويد اورجانز هدول موجودين، كيوتانيوس تحت الجلد، ميوكوزال في الأماكن اللي فيها ميوكس ممبرينز زي الجي اي تي والريسبيراتوري تراكتس. فالكيوتانيوس ليمفويد اورجانز اللي هم الليمفويد اورجانز الموجودين تحت الابيثيليا اوف ذا سكن، الميوكوزال ليمفويد اورجانز اللي هم الليمفويد اورجانز الموجودة تحت الابيثيليا اوف ريسبيراتوري اند gastrointestinal تراكتس. هدول بتضمنوا عدة شغلات، بتضمنوا ايش؟ الفارينجيال تونسلز او لهم اسم تاني اللي هو الادينويدز. الادينويدز برضو لهم اسم ثالث اللي هم النازفارينجيال تونسلز اللي هم اعلى تونسلز most superior tonsils. هدول mass of lymphatic tissue situated posterior to the nasal cavity in the roof of the nasopharynx. محل ما الانف بندمج مع الحلق. وفي عندنا برضه الابندكس، والابندكس اللي ما بيعرفها هي الزائده. وفي عندنا البايرس باتش. شو البايرس باتش؟ اللي هي مجموعه كبيره من الليمفويد تيشو موجوده في الوول تبع السمول انتستنز، وهدول لهم دور كبير في الديفلوبمنت اوف اميونيتي للانتيجنز الموجوده في السمول انتستن اللي هي موجوده في الجي اي تي. فيعني البايرس باتش موجوده في الجي اي تي، والفارينجيال تونسلز موجوده في الريسبيراتوري تراكتس. وطالما انه هدول موجودين تحت الابيثيليا، فانه منطقيا اذا في عندنا اي مايكرو اورجانيزم عمل بريتش للابيثيليا، هدول هم السايتس اوف اميون ريسبونس لهذا المايكرو اورجانيزم. فهم السايتس اوف اميون ريسبونس تو اني مايكرو اورجانيزم ذات بريتشز ذا ابيثيليا. نحكي شوي بسرعه عن السيلز اوف ذا اميون سيستم. بس عشان نحكي عن السيلز بدنا نحكي عن الفورميشن اوف سيلز اللي هي عمليه الهيماتو بويسز. وكلنا بنعرف اكيد انه الهيماتو بويسز اللي هي عمليه التكوين للبلد سيلز سواء وايت او ريد. بشكل اساسي بتحدث وين؟ في الريد
بون مارو، وحكيناها هاي المعلومة بأول الفيديو. هلا في خلية معينة، هاي الخلية اسمها مولتي بوتنشال أو بلوريبوتنت هيماتوبويتك ستيم سيل. هذه الخلية، هاي الخلية إلها بوتنشال إنها تتحول لأي نوع من الخلايا اللي إلها دخل في الدم، سواء وايت بلود سيل، ريد بلود سيل، ليمفوسايت، بليتلت. هاي الخلية بلوريبوتنت أو مولتي بوتنشال، إلها من اسمها مولتي بوتنشال، عندها البوتنشال أو القابلية إنها تتحول لعدة خلايا. فخلنا نراجع بسرعة بس الفكرة الأساسية. المالتي بوتنشال أو البلوريبوتنت هيماتوبويتك ستيم سيل بتتحول، في عندنا الكومن ليمفويد بروجينيتور والكومن مايلويد بروجينيتور. كومن ليمفويد بروجينيتور من اسمه بيعطينا الليمف سايتس، الليمفوسايتس. المايلويد بيعطينا الخلايا تبعون الدم. الليمفويد بروجينيتور بيعطينا ناتشورال كيلر سيلز وبيعطينا سمول ليمفوسايتس. هاي السمول ليمفوسايتس بتنقسم لتي وبي ليمفوسايتس، والتي بعدين عارفين انه بتنقسم لريجيلاتوري ولا هيلبر ولا سايتوتوكسيك، والبي عارفين انها بتنقسم لبلازما، والبلازما بعدين بصير لها ديفرنسيشن وبتعطينا انتي بودي وميموري سيلز. الكومن مايلويد بروجينيتور بيعطينا السيلز الموجودة في الدم نفسه، اللي هي الريد بلود سيلز والوايت بلود سيلز والماست سيلز والبليتلتس. الريد بلود سيلز إلها الباثوي تبعها، هون مش مفصل ولا راح نفصل فيه، هون مش ضروري معنا. عشان نكون البليتلتس بنعرف انه بدنا نروح نعمل ميجا كاريوسايت، بعدين الميجا كاريوسايت هاي بتتحلل بتعطينا ثرومبوسايتس اللي هم البليتلتس، بيساعدوا في عملية الثرومبينج اوف بلود وبيكونوا كلوتس. الماست سيلز هاي هم، وفيهم برضو باثوي مش راح نتطرق له حاليا. وفي المايلوبلاست بيعطينا ايش هم، الوايت بلود سيلز، كل الوايت بلود سيلز الا الليمفوسايتس، لان الليمفوسايتس محسوبين على الوايت بلود سيلز بس بيطلعوا من الكومون ليمفويد بروجينيتور. الوايت بلود سيلز مقسومين لقسمين حسب وجود الجرانيولز عندهم، لجرانيولوسايتس واي جرانيولوسايتس. جرانيولوسايتس اللي هم اللي عندهم جرانيولز ممكن نشوفهم، اللي هم هدول الثلاث، بيزوفيلز ونيوتروفيلز وايوزينوفيلز، هدول جرانيولوسايتس. بيزوفيلز زي ما احنا عارفين الجرانيولز تبعونها بيكون بيزوفيليك، نيوتروفيلز بيكون نيوترال بيكون لايت بينك اللون تبعهم، والايوزينوفيلز بيكون ريد ان كلر. ليش؟ لانهم ايوزينوفيليك او اسيديك. المونوسايتس والماكروفاجز، لان المونوسايتس بعدين بتتحول لماكروفاجز، والليمف سايتس هدول بنسميهم شو؟ A granulocytes. مع انه هذا التصنيف خاطئ تسميته زي هيك، لانه هدول عندهم granules، بس الفرق انه احنا ما بنشوف هاي الجرانيولز حتى لو عملنا لها staining، مشان هيك سموها A granulocytes انه ما عندها granules. نبدا اول اشي بالنيوتروفيلز. النيوتروفيلز اللي هم الموست اباندنت تايب اوف white blood cells، وهم بشكله يعني تقريبا 60% of all white blood cells الموجودين عندنا في الدم. من احدى اسمائها الثانيه اللي هي بولي مورفونيوكليير سيلز او بي ام ان سيلز، اختصار لبولي مورفونيوكليير سيلز. ليش سموها بولي مورفونيوكليير سيلز؟ عشان لو نطلع على الصوره لهنا ونقارنها مثلا بصوره ثانيه، احنا هون ما عندنا صوره ثانيه، بس لو تقارن شكل النواه في هاي الخليه مع نواه في نيوتروفيل ثانيه، راح تلاحظ انه في فرق بين الاشكال، ففي عندها تنوع في شكل النواه، فسموها بولي مورفونيوكليير سيلز، او ترجمة حرفية لها الخلايا ذو الاشكال المتعددة للنواة. بس هذا الحكي مش مهم، المهم انه الجرانيولز تبعونها almost neutral، فبيكون لونهم light pink، وبيكون عندها في النيوكليس 3-5 لوبس، وهذا برضو عامل بيساعد انه يسموهم polymorphonuclear، لانه ممكن سل يكون عندها 3 ممكن 5 ممكن 4 زي هيك. هاي السل الموجودة عندنا في الصورة، هاي في عندها 1-2-3 تقريبا، هاي في عنا أربعة لوبز في هاي السل. نيوتروفيلز احنا صنفناهم انيت اميونيتي، لانهم بشكل عام بيعملوا فاجوسايتوسيس لأي اشي، بس بيختصوا بالبكتيريا وبيعملوا فاجوسايتوسيس في بكتيريا، بس ممكن برضو يعملوا فاجوسايتوسيس لاشي تاني، مشان هيك صنفناهم انيت مش لانهم مختصات فقط في البكتيريا انفكشنز. بس في حال انه كان في عندك انفكشن وكان في عندك elevated levels of neutrophils،
شبه دائما في عندك بكتيريال انفكشن، لانه النيوتروفيلز هي المختصه في التعامل مع البكتيريال انفكشنز. وبرضه في الها بتلعب دور في الانفلاميشن، في انها بتيجي على مكان الانفلاميشن وبتعمل فاجوسايتوسز، وفي برضه الجرانيولز تبعونها بيحتوي على انزيمز، هاي الانزيمز ممكن يتم افرازها علشان تقضي على المايكرو اورجانيزم. بس في حال انه كان في عندنا prolonged secretion of enzymes، انه صار في عندنا زياده في افراز الانزيمات هذه وطولت، ممكن تعمل لنا دمج للتيشو الاصلي تبعنا اللي احنا بدناش اياه يكون في له دمج. اشي تاني بدعم انه يكون لها دور في الانفلاميشن، انه هي عامل رئيسي في تكوين ايش الباس. زي ما احنا عارفين ان الباس بشكل اساسي بتكون من ديد نيوتروفيلز، فالنيوتروفيلز هي عامل اساسي في تكوين الباس. نحكي عن الايوزينوفيلز. الايوزينوفيلز بتشكل يعني حوالي 1-4% of white blood cells، مش كومون زي النيوتروفيلز. باي لوب معناته انه عندها تو لوبز، عادة بربط بين اللوبين شيء صغير او يعني زي حبل او خيط صغير بربط بين كل لوب ولوب. هاي هون في عنا هاي لوب وهي لوبين، وهي بوصل بينهم هاي نتفة صغيرة، بجوز ما تكونش واضحة هون، بتكون واضحة بصور تانية. بس المهم انه هم عندهم تو لوبز، وانه الجرانيولز تبعونها بيكونوا اسيدك او ايوسينوفيليك، معناته انه لونهم احمر. وهاي الجرانيولز بتحتوي على دايجستيف انزيمز. كيف بدي اتذكر انه بتحتوي على دايجستيف انزيمز؟ من انها لونها احمر، لونها احمر معناتها اسيدك صح؟ هاي اتوقع معلومة عامة. كمان معلومة عامة انه شو؟ وين بصير عندنا الدايجستشن؟ في المعدة. المعدة معروف انه الـ pH عندها منخفض وانها اسيدك. حتى عندنا stomach acids، وهاي يعني كلمة بتسمعها من اي حدا ممكن يحكيها حتى لو هو مش فاهم شو معناها، بيحكي لك stomach acids. فالاسيد له دخل بالدايجستشن. فالاسيدك white blood cell اللي هي الايوسينوفيل تحتوي على digestive enzymes. هدول احنا ما صنفناهم كإنات immune cells، صنفناهم انهم السيلز اللي لهم دور اكبر في الادابتيف immune response. ليش؟ لانه لهم دور كبير في الparasitic infection، بيلعبوا اهم دور في محاربة الparasitic infections، وطبعا لهم دور في الالرجيز. والجرانيولز اللي عندهم برضه بيفرزوا لنا شوية انزيمات بتساعد في عملية الالرجيز زي الهيستامين. نحكي عن البيزوفيلز. البيزوفيلز اللي هم الليست abundant type of white blood cells او الريرست زي ما بدك تحكيها، عادة بيكون عددهم اقل من 1% من الوايت بلود سيلز الموجودين عندنا في الدم. باي لوبد زي مين؟ زي الايوسينوفيلز. بس الاشي اللي بيختلف هون انه اللوبز عندنا مش مبينة. ليش؟ لانه الجرانيولز تبعونها كبار وبيزوفيليك بشدة، لدرجة انه بيغطوا على النيوكليوس وعلى اللوبز تبعونها. بيبين عندنا دارك بلو او بيربل اللون تبعهم، وهي زي ما احنا شايفين بالصورة، احنا مش شايفين اللوبز تبعون النيوكليوس، بيكونوا تقريبا زي هيك مثلا، بس مغطين عليهم اللي هم الجرانيولز. الها دور في الالرجيك رياكشنز. ليش؟ لانه الجرانيولز الموجودة في البيزوفيلز تفرز هيستامين وبتفرز هيبارين وبتفرز كثير شغلات بتساعد على تكوين الالرجي عن طريق الاي جي اي ريسبتور. الليمفوسايتس اللي هم الموست امبورتنت تايب اوف وايت بلاد سيل. ليش؟ لانه بشكل عام هم اللي راح يعملوا لي غالب المناعه، تقريبا بيشكلوا لي 20-45% من الوايت بلاد سيلز موجودين عندنا في الدم، وحجمهم صغير لدرجة انه حجمهم تقريبا نفس حجم الريد بلاد سيلز، اللي اذا بتتذكروا حجمهم تقريبا 6-8 مايكرومتر، اللي هو جدا صغير. هذا حجم الريد بلاد سيلز، وتقريبا نفس الحجم اللي هو حجم الليمفوسايت. الليمفوسايت موجود عادة في الليمفويد كونكتيف تيشو، اللي هو زي شو؟ زي الليمف نودز، التونسلز، السبلين والى اخره. كشكلا اله لما تطلع تحتيه على الميكروسكوب راح تلاحظ زي هذا الشكل، انه في عندك سيل غالب مساحتها ماخداها شو؟ النيوكليوس. هاي كلها هي النواة. وفي عندك زي
حاجز صغير هذا هو اللي هو السيتوبلازم، ما بيكون مبين لأن النواة بتغطي عليه وبتاخد أكبر حجم الخلية، وما بيبين عندنا إحنا أي جرانيولز، مع إنه في جرانيولز بس إحنا ما بيبين عندنا حتى مع الستينينج، مشان هيك صنفناهم كـ A جرانيولوسايتس. إلهم نوعين أساسيين اللي هم البي سيلز والتي سيلز، زائد الناتشورال كيلر سيلز اللي في ناس بيحسبوها على الليمفوسايتس. نبدأ فيهم هلا. أول إشي البي سيلز. البي سيلز من اسمهم بي، بتكونوا في أشياء بتبدأ بحرف البي مثل البورسة أو البون مارو. هلا البورسة أو فابريكاس هذه، أو أتوقع إنه هيك لفظها، بعرف شو اللفظ الصح تبعها، بس البورسة أو فابريكاس موجودة في البيردز. إيش هي؟ اللي هي الإكويفلنت أوف ذا بون مارو. زي ما إحنا عندنا المامالز عندنا البون مارو اللي هو المكان الأساسي لتصنيع البلد سيلز والهيماتوبويسز، في البيردز عندهم إشي اسمه البورسة أوف فابريكاس. هاي هي البرايمري أورجان which is found only in birds for hematopoiesis. بيكون هذا active خاصة عند الصغار في الفيتال بيريود، ولحد 6 أشهر بعدين بصير له أتروفي، بس هاي مش مشكلتنا. البي سيلز بصير لهم differentiation لبلازما سيلز. البلازما سيلز بعدين هاي حسب الحاجة بصير لها differentiation كمان مرة لأنتيبوديز أو لميموري بي سيلز. أنتيبوديز عشان تقاوم الانفكشن، او ميموري بي سيلز علشان تضلها للانفكشن اللي بعدي. والبي سيلز برضو طبعا بما انهم سيلز في عندهم انتيبوديز على الممبرين تبعهم عشان خلايا الجسم نفسها تميز انه هاي البي سيلز من الانتيبوديز تبعونها. هلا الانتيبوديز اللي بفرزها اللي بتفرزها البلازما سيلز شو وظيفتها؟ انها بتعمل فلاج سيلز فور ديستركشن. كيف يعني؟ هاي البي لمفوسايت تتحول لمين؟ تتحول لبلازما سيل. البلازما سيل تفرز هاي انتيبودي، الانتيبودي بيرتبط مع البكتيريوم هذا مثلا، وبعد ما يرتبط بيعمل زي فلاج او بيعطي سيجنال او زي ما انت بدك تفترضها. هذا بيأشر للماكروفاجز انه في عندك اشي غلط، تعال هون. فبيجي الماكروفاجز وبياكل اي سيل موجود عليها الانتيبودي تبع البي سيل. فهاي هي العملية اللي هي انه الفلاجينج اوف سيلز فور ديستركشن. التي سيلز، التي سيلز اللي هم الخلايا اللي بتكونوا، كلهم طبعا بتكونوا في البون مارو، بس بصير لهم بعدين ماتشوريشن في الثايموس اللي حكينا عنها بالشيء الغدة الزعترية، اللي هي بتبدأ الثايموس بحرف التي، مشان هيك التي سيلز بتبدأ بحرف التي برضو، لأنه بصير لها ديفرنسيشن لتي سيلز وماتشوريشن في الثايموس. وفي على كل تي سيل اشي اسمه تي سي R. شو هذا التي سي ار؟ اللي هو تي سيل ريسبتور. شو هذا التي سيل ريسبتور؟ باختصار موليكيول موجود على السيرفيس اوف اول تي ليمفوسايتس. هذا وظيفته الاساسيه انه يعمل ريكوجنيشن للانتيجنز ويرتبط معهم. هاي هي وظيفته بشكل اساسي. التي سي ار اللي هو التي سيل ريسبتور وظيفته انه يتعرف على الانتيجنز، على الفورين سبستانسز والمايكرو اورجانيزمز ويرتبط معهم. هذا طبعا بيساعد في انه نبدا الاميون ريسبونس. التي سيلز لهم ثلاثه مين جروبس اللي هم الهيلبر تي سيلز والسيتوتوكسيك تي سيلز والريجيلاتوري تي سيلز، وحكيناهم اتوقع. الهيلبر تي سيلز اللي هم اهم نوع اوف ليمفوسايتس. ممكن ناس يجي يحكوا لك اهم شيء مفروض يكون السيتوتوكسيك لانه هم اللي بيعملوا الكيلينج، واحنا هذا اللي بدنا اياه اصلا من الاميون ريسبونس، ان نعمل كيلينج للمايكرو اورجانيزمز. بس الهيلبر تي سيلز هي اللي بتعمل انيشيشن اصلا للسيتوتوكسيك تي سيلز، وبتعمل لنا نوع من الريجيليشن غير عن تبع الريجيلاتوري تي سيلز، بحيث انها بتحفز الاميون ريسبونس او بتثبطه حسب الحاجه. فهم اهم نوع من الليمفوسايتس. وطبعا يعني الهيلبر تي سيلز سي دي 4 بوزيتيف، سايتوتوكسيك تي سيلز سي دي 8 بوزيتيف، والريجيلاتوري تي سيلز سي دي 4 بوزيتيف و سي دي 25 بوزيتيف. راح نحكي شو هدول وشو يعني سي دي كمان شوي في الفيديو.
natural killer cells بيكونوا حوالي 5 إلى 10% من كل الليمفوسايتس، وهدول هم large granular cells محسوبين على الليمفوسايتس. وظيفتهم من اسمهم natural killer cells انهم يعملوا killing. عن طريق شو؟ عن طريق انهم بيعملوا لنا cytotoxic activity against mean tumor cells والcells infected with viruses. هدول يعتبروا جزء من الـ innate immunity. ليش؟ لأنه ما في عندهم receptor معين لأنتيجين معين على السيرفس تبعهم. فبما أنه ما عندهم receptor معين لأنتيجين معين على هذا، فهم بيعتمدوا بالقتل أو التدمير لهاي الخلايا على إشي اسمه antibody dependent cell mediated cytotoxicity أو toxicity. الـ antibody dependent cell mediated cytotoxicity هاي إيش؟ هاي مبدئيا طريقة من اسمها طريقة عشان يكون عندنا cell mediated cytotoxicity بتعتمد على الانتيبوديز في الانسان بشكل عام. هذا الانتيبودي او هاي العملية بشكل عام كلها mediated by IgG. الفكرة انه الانتيبودي اللي هو ال IgG في حالة الانسان بحفز هاي الخلايا انهم يعملوا killing لا التيومر سيلز والسيلز انفكتد with viruses. مشان هيك هم antibody dependent، لانه بدون هذا الانتيبودي احنا الناتشرال كيلر سيلز ما راح تعرف شو تقتل وشو لا، فما راح تعمل اشي. هاي في هون هذا الجدول ملخص لكل السيلز اللي احنا حكيناهم حاليا، يعني هم ووظائفهم. نروح على المونوسايتس والماكروفاجز. كلنا عارفين انه المونوسايتس بعد فترة بتروح لماكروفاجز، بس يعني لفترة تقريبا 8 ساعات راح يضل في عندنا مونوسايتس مش ماكروفاجز. اول اشي انه المونوسايتس بشكل حوالي 3-8% من الوايت بلد سيلز الموجودين عندنا في الدم. مونوسايتس هدول بيلفوا في الدم لحوالي 8 ساعات زي ما حكيت، بعدين بعد هاي 8 ساعات بصير لهم انلارجمنت ومايجريشن لخلايا لتيشوز معينة. جوا هاي التيشوز بصير لهم ديفرنشيشن ل ماكروفاجز خاصة بهاي التيشو، فبسموهم تيشو سبيسيفيك ماكروفاجز. والمونوسايتس قبل ما يتحولوا لماكروفاجز لهم دور مهم بانهم بصير لهم ريكروتمنت للسايتس اوف انفلاميشن عشان يعملوا لنا فاجوسايتوسيس. ماكروفاجز نفس الاشي بتعمل لنا بتلعب دور مهم في عملية الفاجوسايتوسيس اللي هي بكتيريال كيلينج او انتيجين بريزنتيشن. كيف يعني؟ انه لما تعمل فاجوسايتوسيس ممكن تعمل كيلينج للإشي اللي بلعته، أو ممكن المايكرو أورجانيزم اللي بلعته أو تاخد الأنتيجين تبعته وتعمل له بريزنتيشن للإميون سيلز التي سيلز والبي سيلز التانيات، على أساس إنه يبدأ عنا إميون ريسبونس ضد كل المايكرو أورجانيزم هاد، مش بس المايكرو أورجانيزم اللي نعمل له فاجوسايتوسيس، كل الكولوني، وننتهي من الإنفكشن. في عنا ماكروفاجز بتحركوا زي ما حكينا، بتحركوا في الجسم وبروحوا لأماكن معينة وبصيروا تيشو سبيسيفيك ماكروفاجز. بس في عندنا ماكروفاجز بضلوا يلفوا في الجسم بدون ما يثبتوا في أي مكان، هدول بنسميهم فري ماكروفاجز. نوع من الأنواع الماكروفاجز اللي بضلوا ثابتين في تيشو معينة اللي هي مثلا الماكروفاجز الموجودة في البيريتونيال كافيتي اللي هم إيش؟ بيريتونيال ماكروفاجز من اسمها. في اللونج alveolar macrophages، في spleen splenic macrophages، intestines intestinal macrophages، وزي هيك. يعني هدول مش لهالدرجة أهميتهم، لأنه اسم الماكروفاجز في هذيك المنطقة بيعتمد على اسم المنطقة نفسها. بس في أنواع معينة مثل الماكروفاجز الموجودة في الليفر بسموهم copper cells، الموجودة في المخ في البرين microglial cells، والموجودة في الconnective tissue اسمهم histiocytes. هدول مهمات بيركزوا عليهم في الامتحانات، سواء امتحانات في عنا في الأردن أو في برا الأردن، والدكتور أصلاً حكى ركزوا عليهم. ليش؟ لأنه مثلاً كفر سيلز مش معروف، مش مبين من اسمها هي وين موجودة، فكتير ناس بتلخبطوا فيهم، فهدول يعني بيستاهلوا إنه الواحد يبصمهم. لو نيجي نتطلع على ماكروفاج تحت الميكروسكوب راح نلاحظ شو هذا الشكل للنواة. النواة راح تكون كبيرة وعندها هذا الشكل. هذا الشكل بيشبه الكدني، بيشبه اليو، بيشبه الهورس شو
كل واحد يعني عندها هذا الشكل، ناس بسموه كيدني شيبت، هورس شو شيبت. المهم انه النيوكليس بتكون كبيرة وهورس شو شيبت. نحكي بسرعة عن الدندريتك سيلز. الدندريتك سيلز ليش سموها اصلا بهذا الاسم؟ الاسم مألوف صح؟ سموها بهذا الاسم ليش؟ خلينا نطلع على الصورة ونشوف. بتشبه النيورونز مبدئيا، في عندها هدول الاكستنشنز اللي طلعت، هدول بيشبهوا الدندرايتس الموجودة في النيورونز، مشان هيك سموها دندريتك سيلز، لانه في عندها اكستنشنز، ميمبرين اكستنشنز بيشبهوا الدندرايتس اوف نيورونز. الهم اربعة اقسام اساسية: لانجرهانز دندريتك سيلز او اللي هم الدندريتك سيلز الموجودين في الجلد في السكن، انتستينال من اسمها مبينة موجودة في الانتستين، بلازموسايتويد ديرايفد، هدول بيكونوا دندريتك سيلز ديرايفد من البلازما سيلز. في عندنا المونوسايت ديرايفد دندريتك سيلز. طب السؤال المهم، ليش المونوسايتس بدهم يتحولوا لدندريتك سيلز؟ شو فايدتهم؟ خلينا نطلع على وظيفة الدندريتك سيلز عشان نعرفها. مونيتور ذا بودي وبرزنتيشن اوف انتيجين فور تي سيلز. في لها كمان وظيفة انها بتعمل لنا فاجوسايتوسيس. فلها ثلاث وظائف: مونيتورينج ذا بودي ستاتس و presenting antigens for T cells و phagocytosis. هاي سي و phagocytosis، هذول الثلاثة اللي هم وظائف الدندريتك سيلز. فيعني مبدئيا مهم انه بعض المونوسايتس يتحولوا للدندريتك سيلز، لانه بدنا احنا لما يصير في عنا حالة معينة مثلا من الانفلاميشن، بدنا يجي خلية تعمل فاجوسايتوسيز، يا اما تدمر المايكرو اورجانيزم او اما تمسك الانتيجين وتعرضه للتي سيلز عشان يبدا عندنا اميون ريسبونس اقوى. وبدنا طبعا برضه سيلز يكونوا دائما عاملين مراقبة على حالة الجسم، عشان على اساس في حالة صار عندنا اي خلل بيروحوا لعنده بيعملوا برزنتيشن للانتيجين اللي سبب الخلل هذا للتي سيلز. مشان هيك المونوسايتس في حالة الانفلاميشن بتحولوا لدندريتك سيلز، وهذا اصل المونوسايت ديرايفد دندريتك سيلز. خليني احكي بسرعة عن الستيجز اوف ليمفوسايت اكتيفيشن. بيكون عندنا زي ما حكينا نايف ليمفوسايتس بتحولوا بعديها لافكتور ليمفوسايتس، بيقضوا على الانفكشن، بعديها بصير في عندنا ميموري ليمفوسايتس. شو كل وحدة منهم؟ النايف ليمفوسايتس هدول بيكونوا شو؟ ماتشور. طب ليش اسمهم نايف بما انهم ماتشور؟ لانهم ماتشور، بس اللي بيميزهم عن الماتشور غيرهم انه هدول الخلايا صح مع انهم ماتشور بس عمرهم ما تعرضوا لانتيجين قبل هيك. فهدول وظيفتهم شو؟ انهم يروحوا ويعملوا ريكوجنيشن للانتيجينز هدول. يعني انا مثلا شو بدي بليمفوسايت عمرها ما شافت انتيجين، ما بتعرف شو الانتيجين المنيح وشو العاطل، شو تقتل وشو ما تقتل، ما بدنا اياها. فهلا زي ما احنا حكينا بالاول الفيديو انه في مكان معين بتجمعوا الانتيجينز، واذا بتتذكروا شو هو هذا المكان، هذا المكان كان هو الليمف نودز بتجمع فيه الانتيجينز. وحكينا انه منطقيا برضه الليمفوسايتس او الاميون سيلز بشكل عام بدها تروح على وين؟ على الليمف نودز. وهذا اللي فعلا بصير في الحالات المثلى. يفضل انه النايف ليمفوسايتس يروحوا على الليمف نودز علشان يتعرضوا لهاي الانتيجينز، يتعرفوا عليها ويقاوموها، عشان بعديها يصيروا افكتر ليمفوسايتس ممكن يقاوموا المرض في حال انه تعرضوا له بعد ما يكونوا تعرفوا للانتيجين الموجود في الليمف نودز. هلا افكتر ليمفوسايتس اللي هم الليمفوسايتس اللي تعرضوا للانتيجين وعندهم قدرة انهم يعملوا فانكشنز معينة. منها هاي الفانكشنز سايتوكاين سايتوكاين سيكريشن، كيلينج اوف انفكتد سيلز. في عندنا الوظيفة الثالثة اللي هي انتي بودي
secretion. طبعا السيتوكاين ريليسنج هاي خاصة او مش خاصة, هاي بشكل اساسي بقوم فيها مين؟ الهيلبر تي سيلز. الكيلينج بقوم فيها بشكل اساسي مين؟ الكيلرز اللي هم السيتوتوكسيك تي سيلز. الانتي بودي سكريشن هاي بقوم فيها, هاي معروف مين بقوم فيها, يعني ما اتوقعش في عليها خلاف, اللي هم البي لينفو سايتس. بعد ما نعمل هاي الوظائف ونقضي على الانفكشن بدنا يصير في عنا اشي اسمه ميموري لينفوسايت. هاي ميموري لينفوسايتس لونج ليفد فانكشنالي سايلنت, بس شو وظيفتهم؟ انهم بيكونوا تعرضوا للانفكشن هاد من الاول, وعندهم قابلية انهم في حال تعرضوا له كمان مرة سيكندري انفكشن انهم يعملوا اميون ريسبونس سريع, لانهم خلاص عرفوا الانتيجن, عرفوا المرض, عرفوا كيف يعالجوه, كل اشي بسرعة بتصرفوا معاه, بيعملوا لنا primary rapid response, وبرضه بحفزوا لنا الافكتر الليمفوسايتس عشان ترجع وتعمل كمان مرة killing لهذا الميكرو اورجانيزم. الفانكشنز اوف immune cells نيجي عليهم جزء جزء, بداية بالcells of the adaptive immune system. زي مين؟ زي الليمفوسايتس بشكل اساسي, هدول اهم cells of the adaptive immune system. الهيلبر تي سيلز تعمل لنا helping, من اسمها helper, فبتساعد عمل الخلايا الليمفوسايتس الاخرى سواء بتحسين الاميون ريسبونس او تثبيط الاميون ريسبونس حسب حاجة الجسم, وبتعمل لنا جزء بسيط من الريجوليشن. السيتوتوكسيك تي سيل من اسمها سيتوتوكسيك بتعمل لنا عملية الكيلينج اوف انفكتد سيلز. البي سيلز بتعمل لنا انتي بوديز, بتفرز لنا الانتي بوديز اللي هم احنا كلنا عارفين انهم عبارة عن اميونوغلوبيلينز. هلا الدندريتك سيلز الها اكتر من وظيفة, الها وظيفة هي والماكروفاجز, والها وظيفة كهي انه هي انتيجين بريزنتينج سيلز. خلنا نبدأ فيها انه وظيفتها هي والماكروفاجز. بينت من لما حكيت دندريتك سيلز اند ماكروفاجز انه الوظيفة راح تكون فاجوسايتوسز. هدول كيف بيعملوا؟ هدول بيعملوا دايركت كيلينج باي فاجوسايتوسز, بيعملوا فاجوسايتوسز وبتيجي هالديجستيف انزيمز واللايزوزيمز وبيعملوا تحليل لهالمايكرو اورجانيزم والميكروب. برضه في عندهم وظيفة انهم يعملوا اكتيفيشن, يساعدوا في عملية اكتيفيشن اوف تي سيلز, وهذا بربط لنا بين الانيت والادابتيف اميون ريسبونس, لانه التي سيلز ادابتيف والدندريتك والماكروفاجز زي ما حكينا باول الفيديو انهم انيت سيلز. الدندريتك سيلز وظيفتها كانتيجين بريزنتنج سيلز مش اشي مختلف, يعني انها بتعمل فاجوسايتوسيس بس بدل ما تعمل كيلينج بتعمل بروسيسنج للانتيجين, وبتعمل له ديسبلاي على اساس انه التي سيلز الهيلبر والسايتوتوكسيك والبي سيلز والليمفوسايت كلهم بشكل عام يشوفوا هذا الانتيبودي ويبدوا اميون ريسبونس ضده وضد الميكروب اللي سببه وافرزه. الناتشورال كيلر سيلز من اسمها كيلر, ما اتوقعش اني لازم اشرح اكتر من هيك, تتعرف على الابنورمال سيلز زي مثلا تيومر سيلز, فيروس انفكتد سيلز, الخ 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 الخ, بتعمل لهم كيلينج. طبعا علشان تنجح كل هاي العمليات لازم شو؟ لازم الليمفوسايتس تضلها تدور في الجسم ويصير لها سيركيليشن. السيركيليشن اوف ليمفوسايتس بصير بانه الليمفوسايتس يضلوا بشكل دائم يلفوا بين التيشوز, وهاي اللفه بتعمل لنا شغلتين. اول اشي انه النايف ليمفوسايتس زي ما حكينا هيك بتقرب على البريفرال ليمفويد اورجانز اللي هم مين؟ الليمف نودز. ليمف نودز محل ما الانتيجنز كلها موجودة على اساس انها تتعلم عليهم تبطل نايف ليمفوسايتس ويبدا في عنا اميون ريسبونس, وهي زي ما حكوا هون اميون ريسبونسز انيشيتد. الافكتر ليمفوسايتس بيروحوا على المكان اللي فيه الانفكشن عشان يعملوا اليمينيشن للميكروب, هاي بدهاش لف ودوران, يعني هاي جدا واضحة. طب شو الليمف؟ يعني صلنا طول الفيديو بنحكي ليمف 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 ليمف, هذا الليمف شو هو؟ طيب ليمف اللي هو كل الفلويد الموجود في الابيثيليا كونكتيف تيشو والبارانكايمال اورجانز, مجرد ما يدخل الليمفاتيك سيستم ينسحب من الليمف نودز بصير اسمه ليمف. في عندنا هاي الصورة برضه بتوضح
السيركيوليشن تبعت الليمفوسايتس. مثلا هاي في عندنا هنا باللون الاحمر هذا اللي هي النايف ليمفوسايتس، بتروح هنا عند هاي ليمف نود. هاي الليمف نود بكون متجمع فيها انتيبوديز، على اساس بعد ما تيجي هناك وتشوفهم وتدرب عليهم بترجع للهارت عن طريق الثراسك داكت، علشان يتم ضخها عن طريق الدم وانها توصل لجميع اجزاء الجسم في حال انه كان في عندنا عضو فيه انفكشن انفلاميشن اشي زي هيك. هاي في عندنا احنا الليمفوسايتس جاهزات. اخر اشي بدنا نحكي عنه اللي هو السي دي نومنكلتشر. زي ما احنا حكينا في عندنا اشي اسمه سي دي، وحكينا انه الهيلبر تي سيلز سي دي 4 بوزيتيف والسيتوتوكسيك تي سيلز سي دي 8 بوزيتيف والريجولاتوري تي سيلز سي دي 4 وسي دي 25 بوزيتيف. طب شو السي دي هذا؟ سي دي بترمز ل كلاستر اوف ديفرنشيشن. شو معناها بالعربي؟ كلاستر اوف ديفرنشيشن معناتها كتل تمييز. فهي بكل بساطه كلاسترز اوف ديفرنشيشن اللي هم سيرفس بروتينز يوز تو ديفرنشيت وان سيل تايب فروم انذر. كيف يعني؟ مثلا ناخذ مثال هنا انه الهيلبر تي سيلز سي دي 4 بوزيتيف، السيتوتوكسيك تي سيلز سي دي 8 بوزيتيف، والريجولاتوري تي سيلز سي دي 4 وسي دي 25 بوزيتيف. فكيف بتميز بينهم؟ انه لاحظوا انه كل مجموعه من الخلايا الها كلاستر اوف ديفرنشيشن معين وبرقم معين هم رقموهم بعدين. فهاي ساعدتنا في عمليه الكلاسيفاينج انتو فانكشنالي ديستينكت سب بوبوليشن. طب اوكي، سب بوبوليشن فهمناها لانه في عده انواع، ديستينكت فهمناها لانه كل نوع في له كلاستر اوف ديفرنشيشن معين، بس فانكشنالي ديستينكت ليش؟ فانكشنالي ليش؟ لانه لاحظوا انه كل نوع من الخلايا له كلاستر اوف ديفرنشيشن معين. مثلا الهيلبر تي سيلز سي دي 4 بوزيتيف بس ما عندها مثلا الكلاستر اوف ديفرنشيشن رقم 8. فانه لاحظوا انه كل مجموعه متشابهه في الوظيفه متشابهه بتكون في الكلاستر اوف ديفرنشيشن تبعها او السي دي تبعها، وانه المجموعات المختلفه بتختلف في وظائفها لانها مجموعات مختلفه، وبرضه بتختلف في الكلاستر اوف ديفرنشيشن تبعونها. فهذا ساعدنا، وهذا الحكي هو برضه هون بحكيه انه involved in leukocyte function، يعني انه لما بدي احدد انا function لللوكوسايت بامكاني اشوف هي شو الكلاستر اوف ديفرنشيشن اللي موجود عندها على السيل سيرفيس لهاي الخليه. ممكن اعرف هاي الخليه بصنفهم كلهم، وكل تصنيف له وظائف معينه. في برضه antibodies against various CD molecules are used to identify and isolate leukocyte subpopulations. كيف يعني؟ النقطة الأولى بتحكي إنه في عنا antibody وفي عنا البروتين اللي هو cluster of differentiation. ما هو cluster of differentiations؟ هم proteins فيهم antibodies. هاي antibodies كيف بتساعدنا في إنه نتعرف ونعزل هاي leukocyte subpopulations؟ بإنه مثلا في عندي مجموعة من الخلايا أنا شاكك شو هم من نوعهم، بحط مثلا شاكك انهم CD4 positive ولا لا، بحط antibody ضد cluster of differentiation 4. في حال ان صار في عنا reaction لانه اجتمع الانتيجن والانتيبادي تبعونه، نعرف انه هاي الخلايا كان في عندها على cell surface تبعها CD4، فهم بيكونوا CD4 positive cells، فممكن احكي انهم helper T cells. وهاي هي الفكرة. study functions of leukocytes، لان زي ما حكيت انه مجموعة من الخلايا لهم وظائف معينة، فساعدنا جدا لما انعمل تصنيف الكلاستر اوف ديفرنشيشن انه مثلا كل مجموعة سي دي 4 بوزيتيف سيلز كلهم مثلا بيكونوا هيلبر تي سيلز وظائفهم هيك هيك هيك، سي دي 8 بوزيتيف كلهم بيكونوا جروب واحد سموهم سايتوتوكسيك تي سيلز وظائفهم هيك هيك هيك. هذا بيساعدنا انه نجمعهم مع بعض في سب بوبيليشن صغيرة وندرس الفونكشنز تبع كل سب بوبيليشن لحال. وإليمينيت بارتيكيولار سيل بوبيليشنز. هيك بيكون خلصنا شرح سريع لسلايدات الدكتور. بتمنى تكونوا استفدتوا منهم ويعطيكم العافية.